طيب هنروح من الموبايلات. احنا كنا بنسال على بعض، سوري لمقاطعتك، برنا. انا رنيت لك امبارح عشان يعني وانا كنت سبت عليك. كنا بنسال على بعض برنا فعلا. صح، لو رنتين مش هاجي، لو يعني بس بنكلم بعض في الاوض واحنا جوه البيت. ايوه فعلا. ما تيجي بقى. لا مش قادر يا جدعان، جيب لي ازازه ميه. هناخد من الخبر اللطيف بتاع هاتي الهواتف والحاجات دي. كم مره احنا بنيجي نروح اماكن وتلاقي البطاريه بتاعت الموبايل خلاص بقى ناقص لها شرطة او خلاص احمرت وهتفصل. وفي حاجات مهمه جدا انت عايزه تبعتيها او عايزه تعمليها او حاجات كده، صح؟ صح طبعا. تيجي تسالي بقى كل الجروب اللي معاكي او الناس اللي معاكي، مش شاحن شاحن بس، شاحن سنه رفيع ولا سنه تخين ولا شاحن كذا ولا شاحن كذا ولا شاحن صح. مشكله كبيره جدا. الاتحاد الاوروبي بيحاول يحل المشكله دي. قال لك احنا المفروض نعمل او ندي قرار ان كل شركات الهواتف المحموله دي توحد الشاحن. لا يعني الشاحن كل الشركات اللي بيشحن الموبايل بتاعها شركة هو اللي بيشحن عادي حتى على اختلافهم. ليه بقى؟ قال لك ليه؟ مش بس علشان يريحوا المواطن يعني، لا. قال لك ان الشواحن القديمه بتولد اكتر من 51 الف طن من النفايات الالكترونيه كل سنه. طبعا لانك بترمي الشاحن. لو ايه الشواحن تبقى واحده هيوفروا ده كله طبعا. زائد ان انت ما انت كل شويه فعلا بتشتري موبايل فتقومي راميه الشاحن القديم طبعا. لا انت او يبوظ او في شواحن بتبوظ. لا بعيدا عن يبوظ، احنا بنتكلم في ايه؟ او في الاغلب الاعم ان انت بترميه. انت فاهم قصدي؟ فبتقومي ممكن تستخدمي الشاحن القديم. صح. انت عارف ما كمان لازم يحلوا مشكله ايه؟ مشكله الفيشه، لانه الفيش في على اختلاف البلدان صح. بتختلف. صح. 220 واط ولا مش عارفه لا وشكل كم واط الفيشة. لا لا في كده سبعين ولا ثلاثه ولا بطاطه ولا دي برضو واحده من الحاجات التالي لازم صح صح. واتش إت.